يتقدم للكرة ويحاول هدف سادس إماراتي، هدف سادس إماراتي بطريقة جميلة، بطريقة عجيبة. شوف 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 الثياب وضح، حتى حارس المرمى كان مستغرب. في 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 لبنان المغنية الشهيرة صباح تغني يا دلع يا دلع الدلع على ثياب عوان، اطلع الآن وعلى الإمارات اطلع بهذا الهدف الملعوب، بهذا الهدف الجميل، بهذا الهدف اللي بالفعل كان غريب جدا.